إذا تابعة لعناصر الوقاية المدنية. تبقوا معنا مشاهدينا. ما قلت ففرقة جهوية، فرقة الضفادع البشرية للآن كنعرفوا هنا المنطقة. إذا مشاهدينا نعتذر عن انقطاع هذا البث المباشر لضعف الشبكة، فكما قلت مشاهدينا كنشوفوا هنا فرقة خاصة اللي هي فرقة الضفادع البشرية، الفرقة الجهوية للوقاية المدنية اللي حلت بالمنطقة وبعين المكان للبحث على هذا الطفل اللي مشاهدينا تبلغ من العمر 15 سنة اللي غرق في هذا الواد، واد أم الربيع. إذا كما قلت مشاهدينا كما قلت تواجد أمني كبير، حضور رجال السلطة والقوات المساعدة، كذلك عناصر الدرك الملكي. وكنشوفوا هنايا كما قلت فمجهودات مبذولة من طرف فرقة الضفادع البشرية، الفرقة الجهوية التابعة لعناصر الوقاية المدنية بجهة مراكش. اسفي اللي في هذه الاثناء كيبذلوا واحد المجهود كبير للبحث عن الطفل. كما كتعرفوا في هذه المنطقه هنايا كما وصفوا لنا الناس انها هي منطقه فيها اوعار، فيها مخابئ كهوف، فنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يلقاو هذا الطفل هذا. مجهودات مبذولة من طرف عناصر الوقاية المدنية. هنا القيادة الإقليمية للوقاية المدنية وحضور كذلك فرقة الضفادع البشرية التابعة لجهة مراكش أسفي للوقاية المدنية اللي كيبذلوا في هذه الأثناء واحد المجهود كبير للعثور على طفل. قلت مشاهدينا فكما كتتابعوا معنا فهنا بواد أم الربيع، وخاصة هذه المنطقة اللي تيقولوا ساكن أنا وغرق فيها الطفل، منطقة صعبة صعبة جدا. هنا كاين كهوف، كاين مغارات، كاين أوعار كما كتتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي. تابعوا معنا فحضور مكثف لعناصر القوات المساعدة، رجال الدرك، السلطات المحلية، قائد كذلك القائد الإقليمي القائد الإقليمي بالنيابة للوقاية المدنية بقلعة سراغنا. وفرقة كما قلت هذه الفرقة الخاصة للضفادع البشرية للآن كتواجد داخل هذا الواد للبحث عن الطفل. ما كتتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي. ما قلت مشاهدينا في هذه الأثناء مجهودات مبذولة من طرف عناصر الوقاية المدنية.